بسم الله الرحمن الرحيم. تستقبل مديرية أوقاف القليوبية اليوم الاثنين 14/20/21 الدفعة 15 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 3 طن، وبذلك يصبح إجمالي ما تسلمت المديرية 50 طن. إنه في يوم الاثنين الموافق 14/20/21 تم وصول الرسالة 12 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن، ليصبح ما تم إيصاله إلى المديرية حتى الآن 44 طن. وقد تسلمنا اليوم الاثنين الموافق 14/2021 الدفعة 10 من لحوم الأضاحي لمديرية أوقاف كفر الشيخ. هذه الدفعة قدرها 4 طن، ليكون عدد ما تسلمناه من لحوم الأضاحي 38 طن من تلك اللحوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.